صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. 26 منزل، 26 قصر ما بين لبنان والشاطئ الفرنسي والبندقيه ولندن. 26 حلم تحققوا، واكيد ان احلام عندهم تاريخ، وخلينا نتسمع على الجدران بركي بخبرنا قصص، لانه كل حلم بيتحقق هو تاريخ بيترك بصماته. اليوم حلقه مميزه، زينه وحوالينا، ولكن اليوم حلقه كتاب هي مزينه بالست ندى سلامه. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك باستديوهات الام تي في. فرصه سعيده ارجع اشوفك ببرنامجنا. اهلا وسهلا فيك. والست نور ابي لمع، اهلا وسهلا فيك كمان باستديوهات الام تي في. اول مره، ولكن ان شاء الله ما تكون اكيد اخر مره. اليوم موجودين لنحكي عن اخر كتاب لكم، رائع، لي ميزون دو ريف دو ليبان اي دايور، اللي هو اكيد وقعتوه مش من زمان. كتاب فيه يقول انه بصوره غني، واكيد بكلماته غني جدا. كتاب عم بينباع اكيد بلبنان وبالبلدان برا، وين عم بينباع؟ وبلوس انجلوس وبلندن وبباريس وبامريكا اللاتينيه. نعم، وبالبلاد العربيه. بالبلاد العربيه. انا بحب هيك بس الفت نظر المشاهدين على اكيد فينا نقول تاريخ الجميل اللي حضرتك عندك. ندى سلامه اكيد كاتبه وصاحبه دار نشر وندرفول اديشنز، كمان عندك لقب اللي هي الامراه ذات الانامل السحريه. اصدرت عدد كبير من الكتب، منهم او فيل دي تابل، ميلي اون فيت، بروميس، passionnément à la folie و parties. واصدرت كمان كتاب سنة 2007 اللي هو الجزء الاول من هذا الكتاب ميزون دو ريف، بالتعاون مع بنتك نور. اهلا وسهلا فيك نور. كمان حضرتك يعني تخصصتي بالاداره وبالتسويق، وليك من سنه 2005 حضرتك عم بتديري دار النشر وندرفول اديشنز، وهذا دونك ثاني كتاب. اول كتاب تعاونتي مع والدتك كان ميزون دو ريف دو ليبان، واليوم بالجزء الثاني ميزون دو ريف دو ليبان اي دايور. اهلا وسهلا فيكم. بحب ابدا بالسؤال، انه ليه حبيتي تكملي الجزء الثاني للكتاب ميزون دو ريف دو ليبان، وليه هالمره حبيتي تسافري برات لبنان؟ كارين، مثل ما سبقتي وقلتي، كل الكتب يلي عملتهم لهلا يلي هن وفيل دي تابل وكل هدول الستة اللي عملتهم على المائدات، كان لحتى فرجي جمال لبنان، كيف بيستقبلوا اللبنانية والفرح اللي موجود بلبنان، عكس على اللي بتشوفيه على التلفزيونات دائما يلي هو لبنان البشع والمكسر والحرب. بقى وقت اللي عملنا هذا الكتاب الثاني اللي كانت فكره من نور. نعم. مش مني اصلا. نعم. لانه كان بدي اياها تشتغل معي، عرفتي كيف؟ نعم. وما كانت كان ضلت رافضه انه انا ما بحب الطاولات. بقى قالت لي انا دائما بروح على المكاتب باوروبا وبامريكا وما بلاقي، بدل بلاقي كتب مثلا عن وين ما كان، حتى عن تونس، بس ما بلاقي عن لبنان، عن منازل لبنان واسود. بقى مشان هيك اجتنا الفكره اول مره نعمل هذا الكتاب. نعم. بس عجبا انه كثير صار عليه اقبال، وطبعا جبرنا بصراحه من بعد 14 يوم رجعنا عملنا طبعه جديده. نعم. وطبع 14 يوم يعني بوقت كثير كثير قليل ومحشور. بقى طبعا هلا لهلا اربع مرات. نعم. اول كتاب وقت اللي خلصناه صار علينا، صاروا يعملوا لنا ايميلات انه بعدين. نعم. انه بدنا الجزء الثاني. بقى نحن تشجعنا بس بهالمره تعوقنا اكثر لنعمل الكتاب الثاني نطلعه. اخذ معنا 3 سنين هذا شغل، لانه كان عندنا تحدي. كان نور وانا فكرنا انه بدنا نعمل هيداك الكتاب الثاني، الفوليوم الثاني مزبوط عن لبنان، ونفرجي اللوكس تبع لبنان لبرا. نعم. ونفرجي كيف بيستقبلوا اللبنانيه ببيوتهم، وكيف
انتيرير ديكوريتر لبنانيه شو مزوقين وكيف هيدا مزيج من الشرق ومن الغرب سوا. رحنا بدنا نروح بعد ابعد، كان بدنا ونور خصوصا بدنا انه يكون كتابنا بمستوى الكتب الاجنبيه العالمي، يكون شامل غير بلدان، يكون عالمي كمان بكل شيء، بكيف طبعناه، بكيف بالتكست يلي كنت عم تقولي عنه وتفضلتي وقلتي انه قديشو حلو بويتيك مثلي. يعني طيب وكيف كانت هالتجربة لك؟ لأنه حضرتي كله فن الطاولة، لارت دو لا تابل، اللي أنت أكيد عندك شغف له واهتمام خاص. كيف كان اهتمامك أو تجربتك بكتب بتحكي عن الهندسة أو الهندسة الداخلية كمان؟ اللي كانت مثل أفانتور جديدة، عرفتي؟ مثل واحد فتح شباك تاني وراح مشوار تاني. غير المشوار اللي انا بروحه بالمره، غير شيء. بس الهدف وحيد انه ضلي عم فرجي شيء لبناني. يعني البيوت كلها اللي بتشوفيها 26 اصرينا وانا ونور انه يكونوا البيوت كلهم للبنانيه، يا اما معمولين من مهندسين لبنانيين. نعم، يكون عندهم علاقه. وهذا الكتاب اللي عملناه الفوليوم 2 كان ظهرنا من لبنان. لحتى نفرجي كيف وين ما رحتي بالعالم وقد ما عشتي بعيد بتضلك عندك شقفه من لبنان راحت معك لهونيك. وروح لبنان بكل شغله. يعني جربنا نحن ونحن عم نصور، حتى لحقنا نور، لحقت المصور بالكاميرا تشوف كل لنشوف كيف روح لبنان طلعت من كل، بينت بكل بيت لو كان بكل تفاصيله أصلاً، بكل تفاصيله. وفي روح يعني عنا إياها بتضل بتشوفيها وين ما كان، لو كان بنيويورك، لو كان بلندن. أكيد اللبنانية وين ما راحوا بينجحوا وبيلمعوا، وأكيد ما بيقطعوا مرور الكرام، الكل بيعرفوا أنه هون في لبنانية. نور، والدتك حكيت كثير عن التعاون أكيد اللي ساعدتيها فيه. أنا بحب لأنك اليوم أنت جيل الحرب. شو كانت وعشتي فترة بفرنسا مصر. يعني كنت حابة أعرف أنه شو اكتشفتي من خلال هالكتاب اللي أكيد بتسوي دورك كان كتير كبير فيه، وهل كانت مثل اكتشاف هوية كمان من خلاله؟ كارين، أنا اكتشفت الذوق اللبناني، بس مش بس ذوق كل اللبنانية، يعني ذوق اللبنانية اللي ملكين أجمل بيوت بالعالم. وكتير أثر علي أول كتاب وهيدا كمان على البيوت اللبنانية، لأنه مثل ما قلت أنا عايشين كل حياتي بفرنسا وبأوروبا، وكان عندي الإيماج تبع لبنان بنشوفه على التلفزيون، يعني ولا مرة كنت راجعة على بلدي. بقى وقتها جيت واكتشفت كل هالأشياء الحلوين اللي عندي، جماله يعني الجمال. حبيت كمان فرجي مثل مامي عم بتفرجي كمان انه للعالم انه نحن عنا ذوق ومعيفين عارفينين نعيش، وهيدا بلدنا مش اللي بتشوفوه على التلفزيون. نعم، نحن بنعرف انه دورك كان كبير لانك حضرتك انت اللي بتصور كتبتي كل يعني اكيد الكتاب مقسم في اكيد صور المنزل. وفي تفسيرات تحت كل صوره. مزبوط. وفي اكيد يعني اللي حلو كثير انه مقسم في 26 منزل وكل واحد له اسم. مظبوط. له التسميه، وكمان في اول حاطينه تحته، وبتخبري القصه باكيد اسلوب رائع يعني ملفت، عدا انه في جميل جدا بنشوفه من وراء اكيد الصور، ولكن الكلمات متساويه بالجمال وباناقه الاسلوب. خبرينا كيف كانت يعني تجربتك انت